السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات أو متتبعين قناة مطبخ سامية، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبالصحة الجيدة يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الدجاج، صدر الدجاج على طريقة كنتاكي. إن شاء الله غادي نبدأو على بركة الله. في هاد الوصفة غادي نحتاجو صدر الدجاج، عندي هنايا صدر ونصف ديال الدجاج، عندي هنايا بيضة واحدة، عندي هنايا نصف ليمونة، عندي هنايا مطاط، ملعقتان من المطاط، عندي هنايا كأس حليب، تقدروا تعوضوه بالجبن الطري او القشطة الطرية، عندي هنايا ثوم غبرة، وهنايا عندي عندي العطرية، عندي هنايا الزعتر، وعندي هنايا الإبزار، الزعتر نصف ملعقة صغيرة، وعندي الإبزار يعني نصف ملعقة او يعني غير شويه ديال الابزار، عندي هنايا نصف ملعقه ديال التحميره، نصف ملعقه ديال سكنجبير، وعندي هنايا القليل من الملح على حسب الذوق، لحيتاش عندنا هنايا المطرد ديجا يعني فيه الملوحه ملح، وعندي هنايا خليط من العطرية ديال الدجاج، وعندي هنايا الكركم، القليل من الكركم او ملعقة صغيرة من الكركم. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في التحضير. كناخذو البيضة، وغادي نزيدو عليها العصير ديال الليمون، ونجيبو هذا الخليط ديال او المهم ملعقتان من المطرط، ونجيبو الحليب كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالقشطة الطرية، ونجيبو شوية ديال بودرة الثوم، ونجيبو العطرية اللي قلنا عليهم، ودابا ان شاء الله غادي نخلطوهم كما كتشوفوا مع هذاك صدر الدجاج، نخلطو الكل جيدا باش يدخل فيه العطريه والمطرد والبيض وكل شيء، وندخلهم للثلاجة على الاقل ساعه او ساعتين، من الأحسن يبقى في الثلاجة يعني ليلة كاملة، من الأحسن نوجدوه نهار ونطيبوه أو نقليوه يعني اليوم الموالي. دابا إن شاء الله غادي نسدوه، ورق سلفيليزي، نشوفو، وغادي نديرو في الثلاجة
يعني انا محتاجه غادي نخليه ساعه واحده وغادي نقليه، ولكن كما قلت لكم من الاحسن ساعتين. ودابا ان شاء الله غادي نبداو نقليو فيه. كما كتشوفوا راه خرجته من الثلاجه، خرجته من الثلاجه. غادي نبدا نديرو في الدقيق، ومن بعد نديرو في الدقيق او الخبز المحمص، عاد نقليه في الزيت كما غادي تشوفوا معايا. بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا دابا درتو في الدقيق، عاد نديرو في الخبز المحمص كما كتشوفوا. عاد نجيبو في الزيت كما كتشوفوا. غادي نبقى نكمل على هذه الطريقه حتى يوجدوا الصدر الدجاج ديالي. غادي ندير وحده وحده، دقيق عاد في الخبز المحمص، ومن بعد في الزيت. كما كتشوفوا ها هو الدجاج ديالنا كيفاش جا، وها هي الصلصة المرافقة. نتمنى هاد الأكلة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايكات، ومرحبا بكم في القناة ديالي. كانت منا لكم نهار مبروك، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.